بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن الآن على أعتاب شهر رمضان المبارك، فبعد أيام قليلة فإنه يطلع على المسلمين بنوره وبهجته وضيائه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان فيقول: أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم مبارك، ويذكر من خيراته وبركاته على المسلمين في خطبته في آخر يوم من شعبان. وهذا أصل في أن المسلمين يفرحون بقدوم شهر رمضان ويهنئ بعضهم بعضا بإدراكه، وذلك لما فيه من الخيرات والبركات والأعمال الصالحات. ليله قيام ونهاره صيام، وساعاته تلاوة للقرآن، تسبيح وتهليل، فهو شهر عظيم لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. لكن ماذا تقول في أقوام الآن يعدون برامج تعاكس فضيلة هذا الشهر، برامج مضحكات وتمثيليات وهزليات يعدونها لشهر رمضان المبارك، وهذا في الحقيقة انتهاك لحرمة هذا الشهر وإشغال للمسلمين أو لمن يقتدي بهم بهؤلاء في عدم المبالاة بشهر رمضان، فكأنه شهر لهو ولعب ومرح، فيمضون نهاره بالنوم وليله بالهزليات والتمثيليات والمضحكات، وهذا حرمان لهم ولمن يقتدي بهم، ويتحملون آثام من صرفوهم عن فضائل هذا الشهر وأشغلوهم بهذه الهزليات. الواجب على المسلمين أن يستغلوا هذا الشهر ويستقبلوه بالبشر والترحيب لأجل ما فيه من الخير، لأجل ما فيه من مضاعفة الحسنات، تكفير السيئات. هكذا ينبغي أن يستقبل شهر رمضان، وأن تشغل لياليه وأوقاته بعمل الطاعات، فقد لا يعود على الإنسان مرة ثانية، قد يكون هو آخر شهر رمضان لكثير من الناس لا يعود عليهم. فالواجب على المسلمين أن يتنبهوا لخير هذا الشهر وبركاته ويعظموه، لأنه من شعائر الله. قال الله جل وعلا: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.